المطلوب من كل الجهات الإعلامية في تغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ المطلوب من الجهات الإعلامية أن تتعامل فقط بكلمة السر اللي هي أساس النجاح اللي هو المهنية. الفيصل الوحيد في نجاح أي وسيلة إعلام، الفيصل الوحيد في الحديث عن حرية أو حرية تعبير أو مساواة أو كذا هي كلمة واحدة فقط، المهنية. والمهنية معروف أشكالها، معروف قواعدها. إذن أتصور ومش محتاج أن أنا أتكلم عنها، إحنا ببساطة شديدة أي حد يرجع للقواعد المنظمة لأي مهنة، مهنة الإعلام، أعتقد أنه ببساطة هيكتشف مفهوم المهنية. إذن ما أتصوره أن يعود أو أن نعود جميعا في مهنة الإعلام إلى أن نتدارس مرة أخرى مفهوم المهنية، وأن نضع أنفسنا رقبة على أنفسنا، ليس فيما نكتب ولكن في مهنية ما نكتب أو مهنية ما نقول. أخيرا، هل نية الفريق سامي علان في الترشح للرئاسة الفترة القادمة أعطى ثقة للمشهد الانتخابي؟ أعتقد أنه هو أعطى حالة من حالات الاهتمام الشديدة بها، بغض النظر عن التقييم الشخصي أو الموضوعي. في النهاية الدستور يسمح لأي طرف أن يشارك في الانتخابات إذا ما كان هناك الشروط الواجبة الموجودة تنطبق عليه. القانون والدستور يسمح لأي فرد أن يحاول، وبالتالي أعتقد مرة أخرى الفيصل ينبغي أن يكون هي القواعد القانونية، والفيصل هو الاختيار، اختيار الناس واختيار البشر في حد ذاتهم، هذا هو الفيصل. أما إذا كان هناك مساحة من التجاوزات أو أي أمور أخرى، فأيضا الفيصل هو القانون والدستور وليس أي أمر آخر.